يعني من الآخر كده مستوعب أهو إن فريدة دي تبقى بنت الوحيدة، مستوعب مش كده ولا إيه؟ أكيد طبعًا يا أنكل. لما هو أكيد يبقى اتفضل بقى عشان نعرف نتفاهم. اتفضل حضرتك. اتفضل، ليه ما تقعد قبلية كمان؟ طالما إن هو أكيد كنت عايزني أخدك بالحضن بعد اللي أنت عملته ببنتي، أمال تعمل إيه لما تبقوا في بيت واحد؟ تخليها تنزل طول الليل تدور عليك زي المجانين في الأكمنة والشوارع، مش كده يا حبيبي؟ أنهي منطق يقدر يقنعني إن أنتوا ممكن تكملوا مش تصطلحوا؟ يا أنكل أنا عمري ما تخيلت أبداً إن شغلي ممكن يعمل مشاكل لفريدة بالنوع ده. إحنا متربيين مع بعض تقريباً، يعني حضرتك عارفني وعارف طبعي من وإحنا عيال صغيرة. اسمع يا عمر، أنا يا ابني راجل متحضر، يعني لما بنتي تشاور لي على واحد وتقول لي أنا عاوزة أبقى مرات لازم أوافق طول ما هو ما فيهوش عيب يعيبه. وانا اعتقد انك انت ابن ناس ومتربي وسيرتك كويسه قوي قوي قوي، لكن مش كل حاجه بالسيره ومش كل حاجه بالتربيه وكل حاجه بالعيله. في اشياء في الواقع احيانا بتحصل بتخلينا احنا كمان نتوقف ونفكر بحاجه اسمها العقل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هي الأشياء دي حضرتك يعني ما ظهرتش لدلوقتي؟ لا، الأشياء دي بانت من الأول، من ساعة ما ارتبطت، من ساعة ما مصيرك بقى زي مصيرها. اسمع لما أقولك، مفيش أب في الدنيا يتمنى لبنته إنها كل يوم الصبح تصحى وهي مش طمة إنها تنام بالليل أرملة ولا سكر. ماشي أوكي. طب ممكن بس أعرف هي فين دلوقتي؟ وأنا لو قلت لك ولا ما قلتلكش من تمثيلك هتعرف. هي يا عمر في العين السخنة. شكرا. بعد إذن حضرتك. عمر، من فضلك سامحني. السلام عليكم. معايا نيلي؟ مع حضرتك. مهندس الاستشاري بتاع العين السخنة يجيني بكرة. أوكي. كمان أعرف أخبار شاليهات الساحل الشمالي. رحلة لندن بتاعت الماكينات الجديدة أجليها أجليها. أوكي. تديني تمام بكرة حياتك. طيب أنا عايز أفكر حضرتك بكرة بالميتنج بتاع مستر أحمد الأليوبي ومستر شريف الأليوبي. يس دكور. دان؟ أوكي، ثانك يو. سي. غلبانة نيلي أوي حاجة. لو النبي أبوك هو اللي غلبان معاك. ربنا يديك الصحة يا حاج. هو أنا مش هاخد نفسي معاك أبدا. ياد مصر كلها محملاني جمايل عشان كلام فاضي ملوش لازمة. خلاص ضايق بيك، ما لقيتش غير البت الكسر دي. يا حاج دي بت بيئة وواطية وعايزة تلبسني في الحيطة وخلاص. لو النبي أنا أبوك وأنا المحامي بتاعك. يا حاج أنت مش مصدقني ولا إيه؟ أنا ممكن أكون شقي زي ما حضرتك بتقول، بس مش غبي قوي كده. اشتغل لي ولا اشتغل لي. خد بالك ان البدل والشياكه واللهجات واللغات كل ده كموفلاج. كموفلاج ابوك بيعمله ويلف بيه اتخن شنب في البلد دي على صباع رجله الصغير. خلاص بقى يا حاج، اللي حصل حصل. وبعدين يعني هتطلع مين البت دي؟ بت شمال وكل المنطقه بتاعتها معلمين عليها شاب شاب. جت عليا انا بقى وبقت الخضره الشريفه. يا عين ابوك، جت لحد عندك انت وحارنت. بالك لو الموضوع ده ما عداش على خير ملفك هيتظفر وفي الداخليه هيعلموا عليك.
لا، والخدمات بقى ساعتها تمنها تقيل تقيل قوي، والأكادة لو البت طلعت صح مش هعلمه عليك انت لوحدك، لا ده كل اللي حطوا مناخيرهم في الليلة هيروحوا معاك. ازاي بقى يا حاج؟ انا بقولك البت ناوية تكمل في الموضوع، والواد رئيس المباحث معاه. اه، ومنت كمان تقفل معاه. لا مش كده وبس، وتعور له الواد اللي هو حابسه، عشان لو كان عنده النية حتى ان يحل الموضوع ودي لجل العيش والملح والزمالة، لا توقف انت المراكب السايرة. انت كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ استنى لحد ما الواد ده يركب عليا في القسم ويضحك عليا الناس كلها؟ لا، ركب انت الكون كله على كتاف ابوك. خلاص بقى يا حاج اللي حصل، وبصراحة كده يعني انا سخنت ساعتها وما كانش ينفع اسكت. اه، اسخن انت وتسوح انا. قول لي بقى، ابو الافندي ده بيشتغل ايه في الداخليه؟ مساعد اول وزير الداخليه. يا صلاه النبي، كمان يعني نبي ازرق؟ طب يا حاج ما فيهاش حاجه، وبعدين انت برضو قايل لي ان كل واحد ولديته. اه، بس اعرف مين قدامك قبل ما تقتله، مش بعد ما تقتله تدور على ديته، عشان كمان ما تلاقيش فجأة دماغك دي جوه حبل المشنقة. هو اسمه ايه؟ عمر. ابوه؟ خلاص يا حاج، اسمه فاروق سلطان. وده ليه؟ ومش كده لو يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، عربيتك وتسرق هناك، والبيت تعورك في نفوخك، وابن الافندي بتاع وزارة الداخلية انت مقفلها معاه، ونائب المأمور بتاعك مش طايقك ومطلوب مني احلها. بقولك يا قد، انت خلفة عر. تمام يا فندم، المأمور بعت حضرتك المسجون. اتفضل انت. تمام يا فندم. اتفضل يا حلمي، استريح. خير يا باشا؟ اؤمر. بص يا حلمي، انا هخش لك من الاخر. اتفضل سعادتك. انت وامريكاني كنتوا شركاء مع بعض في عمليه الواحات الخارجيه، والناس اللي فوقيكوا اشتروا سلامته ورموك انت كبش فدا. واللي انا عرفته من مديح انك حاولت توصل له كذا مره بدراعاتك اللي بره، بس ما عرفتش. أنا بقى عندي حاجة تانية. إيه؟ أمريكاني قتل المعاون بتاعي، وده ما كانش مجرد معاون، ده كان أخويا. يعني إحنا الاتنين لينا طار عنده، بس فينا واحد بره وعنده كل الصلاحيات اللي تخليه يفضل ورا أمريكاني لحد ما يوقعه وبالقانون. والحد ده هو أنت، مش كده؟ بالظبط. وده هيفرق مع حالي هنا؟ مش فاهم يعني. في الحكم اللي اخدته يعني؟ لا، انا ما اقدرش اكد لك حاجه. ممكن ده يحصل يعني، لو الدايره وصيتنا ان نفتح ملف قضيتكم تاني، يعني لو ظهرت اي ادله جديده ده ممكن. انما اللي انا اكده لك ان طاري وطارك هيتاخد. انا عندي مأموريه وعندي كل الصلاحيات اللي تخليني اطلب التعزيزات اللي تضمن لي نجاح المهمه، يعني هوصل له، ومحدش من اللي حواليه هيمنعني عنه، خصوصا ان انا فاتح الملف بشكل اوسع، يعني حولت امريكاني من هدف رئيسي لهدف فرعي. كل اللي حواليه مش هيهتموا بيه اكتر من نفسهم، اهتمامهم بيه مش هيقلقني ولا هيقلقك. كل اللي بتقوله ده كويس قوي، عشان خاطر اضمن ان حقي اللي فجاه بترجع لي. بس انا ليا طلب صغير عند حضرتك. جميلة، يا ريت ما ترضاهاش. لو اقدر عليها هعملها لك، واعمل لك اكتر منها كمان. يا ريت يا عمر بيه، لو فرصة كده او تلكيكة تقدر تراجع بيها ملف القضية من جديد، يا ريت. نفسي اخرج من هنا، نفسي اشم هوا نضيف. بس انا عندي شرط. عارفه كويس، وهقول لك على كل اللي انت عاوزه، بس عاوز اعرف انت وصلت معاها لغاية فين، عشان ابدا معاك من اخر ما وصلت معاها. وانا ما وريش حاجة، قاعد معاك لحد ما تقول لي انا خلصت. هو احنا مش متفقين ان انا ماليش صالح في المواضيع بتاعتكو دي؟
تقومي جاية كده منك لنفسك وترميني في جحر التعبين ليه يا اختي؟ لا انت كنت لقيتيني في الشارع ولا ايه؟ يا بيت يا بيت، انا الفار بدأ يلعب في عبي من بنكة امريكاني دي كلها، وحاسة كده ان هو بدأ يلعب من تحت لتحت. ولو اللي في بالي طلع صح يبقى انا وانتي يا هبلة اول اتنين هياخدوا الصابونة يا اختي بدري بدري. ما هو ما فيش ذكر في الدنيا يحب ان هو يفضل طول عمره تحت رحمة مارة، وخصوصا في الشغل والفلوس. وامريكاني يا حبيبتي ما يفرقش عن اي راجل، بالعكس ده ارخص حاجة في ذمته العشرة. طب اديكي عارفة هو بتقوليها بعظمة لساني، ارخص حاجة عنده العشرة. تقومي جاية كده وحطاني تحت درسه، ويا ريت درسه هو بس، ده درسه هو وسياده كمان. ليه كده ياما؟ عشان مالنا يا حبيبتي، ده انا ما صدقت ان هو طلب مني انك انت تروحي معاه. انت قلت له كده؟ فاشر، بالعكس ده اول ما قال لي انا قلبتها له مناحة. عشان اضمن ان محدش فيهم يرمي عليكي جتته غصبانية، ما انا كان لازم اسبكها مدارس يا هبلة. هو انا يعني كنت حرمي بيتي اللي حلتي في النار من غير ما امنها؟ بس من جوايا كنت بزغرط. اخيرا هيبقى لنا عين في قلب الطبخة وهي لسه بتتعمل. كفاينا بقى يا حبيبتي اكل عالجاهز من غير ما يبقى لنا حس نقول ونقف ونحاسب. ده احنا ولا يا بنت بطني وملناش الا قرشنا. ولا انت يعني ما نفسكيش ان احنا نخلص من الهم ده كله ونهبق بقى ونعيش على وش الدنيا زي خلق الله، بدل ما احنا عاملين كده زي اللي اتكتب عليه ان هو يعيش في الميه وهو ملهوش فيها حتى النفس بناخده بحساب.